بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى إلى فقرة تعليم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ إي كومبوندغ كالعادة. طبعا لازلنا مع الصوت أي أي، كما رأينا مع كلمة ليكوغي. طبعا وصلنا إلى هذه الفقرة كما رأينا لا مارك دي بلوريال، إذا نتكلم عن إشارة الجمع أو علامة الجمع لا مارك دي بلوريال دي لاتر كي نو سو برونونس با، دي لاتر كي نو سو برونونس با. طبعا رأينا بأن لو فيرب سو برونونسي يعني نطق، كأن ذاك الشيء ينطق لنفسه، ولكن لو فيرب برونونسي يعني فعل نطق. مو باغ اكزومبل بور انستون جو برونونس سي مو، إذا الآن أنا مثلا أنا أنطق هذه الكلمات جو برونونس، أنا أنطق، ولكن إذا قلت جو مو برونونس يعني أنا الذي أنطق، وكأنني أنا حرف أنطق جو مو برونونس مثلا. إذا نتكلم هنا على لو فيرب سو برونونسي، إذا لي لاتر سو برونونس، إذا الأحرف أنها تنطق، دي لاتر كي نو سو برونونس با، إذا أحرف التي لا تنطق، المقصود أنها تكتب ولا تنطق، كي سيكخيف مي كي نو سو برونونس با. طبعا أعطينا هذه الأمثلة التي عندنا هنا طبعا، وهذه أحرف حقيقة تأتي في الجمع، عندنا هاد أس و إكس، أس إكس تأتي في الكلمات في الأسماء، وعندنا أو إن تي تأتي في الأفعال مع إيل أفك أس أو آل أفك أس، يعني معهم أو هن. كما تنعرفوا عندنا جوج الأنواع، عندنا إيل هكذا، ثم عندنا آل هكذا، عندنا إيل يعني هو، وعندنا آل يعني هي. هذه إيل سانز أس يعني إيل بدون أس، نتكلم عن إيل سان أس يعني بدون أس، بدون أس، وعندنا آل سانز أس طبعا أس، كأننا نقول هكذا أس، كأننا نقول هكذا. إذن طبعا سان عند أس في الأخر مع هاد أ، إذن تنديرو لها ليزون سانز أس، سانز أس بدون أس. إذن إيل بدون أس، آل بدون أس، إيل سانز أس، آل سانز أس، إذن إيل بدون أس، آل بدون أس. طبعا هاد إيل اللي ما عندهاش أس وآل اللي ما عندهاش أس في اللغة الفرنسية، طبعا إيل اللي ما عندهاش أس وآل اللي ما عندهاش أس، يعني آل التي ليست عندها أس، هذه تتعني هو وهذه تتعني هي، هذه تعني هو هذه تعني هي كما نعرف. عندما نتكلم عن إيل أفك أس، إيل أفك طبعا نتكلم عن أفك يعني مع، إيل أفك أس يعني إيل مع أس، ثم عندنا آل أفك أس، أفك أس، أفك أس، إذن آل مع أس، هذه هم، هذه هن. إذا نتكلم عن مجموعة أشخاص في التذكير، ثم عندنا مجموعة أشخاص في التأنيث، يعني أنهم مؤنثون، نتكلم عن النساء، نتكلم عن بنات إلى غير ذلك، إذا نتكلم عن هن. إذا في هذه الحالة عندما يأتي بعد الفعل سواء كان في البريزون أو لامبارفي، إذا تأخذ أو إن تي، هاد أو إن تي لا تنطق. إذا الأفعال اللي تجي من بعد هاد إيل واللي تجي من بعد هاد آل أنها تأخذ أو إن تي ولكن لا تنطق، نقول مثلا إيل مارش، إيل مارش، إيل مارش، إذن لا نقول إيل مارشون، إذن نقول إيل مارش. مادام تنشوفو هاد إيل كاينة هنا، الفعل اللي غيجي موراها خاصنا نردو البال، هاد أو إن تي منقراوهاش. إذن هي تكتب فقط في الكتابة، هي تأتي في الكتابة فقط للدلالة على أن هذا الفعل في الجمع، نقول مثلا إيل مونج، إذن عندها أو إن تي، إذن هاد أو إن تي لا تنطق، إيل مونج، وكأننا نقرأ إلى هاد الحدود، كأننا تنقرأ حدنا، هذه
انطي كاع ما تنقراوها il mange. طبعا الا صرفنا هاد لو فيغ مونجي مع il سنقول il, سنقول il mange هكذا. يعني في الحقيقه في النطق ديالهم بحال 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 الجمع بحال المفرد، ولكن فقط في الكتابه اننا تنزيد انطي، تنزيد انطي في الحقيقه. نقول مثلا il parle, il parle, il parle هو يتكلم، ولكن لزدنا اسنا تنزيد انطي هنا. il parle يعني هم يتكلمون، ولكن النطق تبقى هو هو. اذا هذا هو المقصود هنا، دي لاتر كي نو برونس با، يعني احرف التي لا تنطق، من بيناتها او انطي التي ذكرنا الان والتي تكون مع الافعال. طبعا كما تشوف هنا هاد او انطي راه ما كاينه الا مع الافعال. هيا لي بول، طبعا لي بول زدنا لا اس لاننا نتكلم عن اسماء في الجمع. لي بول الدجاج تزيد لا اس. بيكور، بيكور انها تنقب، اذا الدجاج ينقب كما نقول. اذا طبعا لو فيغ بيكوري كما تنشوفو زدنا له انطي. اذا تكلمنا عن لا بول، لا بول سنقول بيكور بدون هاد انطي. طبعا اذا قلنا لي بول اذا تكون عندنا هاد لي الجمع ديال لا، وفي الحقيقه تتكون تل الجمع ديال لو، تتكون ايضا الجمع ديال لو في حاله المذكر. هاد لي هي الجمع ديال لو والجمع ديال لا، الجمع ديال الاداه لو والجمع ديال الاداه لا اللي تتجمع المؤنث. طبعا ثم نضيف اس للجمع. اذا الفعل هنا سنضيف له انطي كما قلنا. مثلا نقول هنا لي لاب، طبعا لو لاب، لو لاب اذا طبعا بدون هاد اس كما تنشوف هنا عندنا لا بول في حاله المؤنث. اذا عندنا هنا هذه لي الجمع ديال لا. طبعا هنا عندنا لو لاب، عندنا لو في حاله المفرد، اذا هاد ايضا الجمع ديال لو. اذا لي لاب طبعا نضيف اس الخاصه بهذه الكلمه لانها جمع. الجمع ديال الاسماء في اغلب الاحيان نضيف اس، الا بعض الكلمات اللي تتكون في المفرد ديالها تتكون عندها اس طبعا ما تنضيفوش لا اس. وكاين كلمات اخرى في المفرد ديالها تتكون عندها اكس، هذيك ايضا في الجمع تنخلوها كما هي لتتغير هو هاد لارتيكل. اذا لي لاب الارانب مونج طبعا نضيف انطي كما تلاحظون. ثم عندنا اكس، عندنا بعض الكلمات تنتهي باكس في الجمع، مثلا كلمات دي زوازو كما راينا. اذا طبعا ان سول وازو كونت اون بارل دان سول وازو، اذا عندما نتكلم عن طائر واحد اون ايكري وازو سونز اكس، اذا نكتب كلمه وازو بدون اكس. سي لا ميم شوز بور لو مو سو او سينغولي اون ايكري لو مو سو سونز اكس، اذا في المفرد نكتب كلمه سو بدون اكس، او بلوريال اون ايكري افيك اكس، اذا في الجمع نكتبها باكس. سي لا ميم شوز اوسي باغ اكزومبل افيك لو مو غاتو، ان غاتو سو مو سيكري سونز اكس، اذا هاد الكلمه تكتب بدون اكس. ان غاتو اون بارل دان سول غاتو، اون بارل دان سول غاتو. الوغ لا لو مو غاتو اي تو سانغولي، اذا هاد الكلمه هي في المفرد، لو سانغولي المقصود به المفرد، لو بلوريال الجمع. اذا في هاد الحاله نضيف اكس. الوغ نو برونونس باراغراف كي كوم تيتر دون لو جاردان دو غران بير، اذا ناخذ الفقره التي عندها كعنوان في حديقه الجد. دون لو جاردان دو غران بير، دون لو جاردان دو غران بير il y a aussi des poules grises. دون لو جاردان دو غران بير في حديقه الجد il y a، il y a هاد الصيغه ذكرناها فيما سبق. il y a المقصود هناك، ماذا هناك؟ كيس كيل يا il y a aussi هناك ايضا دي بول غريز هناك دجاجات، طبعا دجاجات. اذا عندنا هنا دي نتكلم عن اشياء غير معرفه، نقول عنها دي نسبق الكلمه بهاد دي. ثم بول اون اجوت اون اس
on écrit le mot pool avec S. Et de n'écrit كلمة pool avec S. BS. C'est un mot au pluriel. Il y a aussi des poules. On a aidan des jajettes grises. Ramadiet. C'est la même chose. C'est un adjectif. نتكلم عن كلمة grise. أنها نعت. نعت. تنوصف بها هاد كلمة pool. إذا نصفها نقول عنها بأنها grise. إذا هي رمادية. الواجوت ناس. إذا نضيف لها S. Il y a aussi des poules grises. Il y a aussi des poules grises. هناك أيضا دجاجات رماديات. Et des petits poussins jaunes. وهناك فراخ صغيرة jaune. صفراء. C'est la même chose. Quand on parle des poussins au pluriel, le mot petit doit prendre une S. C'est la même chose pour le mot jaune qui prend une S à la fin. Et des petits poussins jaunes. وفراخ صغيرة صفراء qui ont 4 jours. Qui ont 4 jours. طبعا هاد اون شنو المقصود بها؟ الكاتمة الناس طبعا انها تختلط عليهم هاد اون مع هاد اون. هاد اون هادي خاصة كضمير هادي. اون سو سير دان تخوي. يعني ان الناس او اننا يعني كل شخص انه تهم الامر. إذا كل شخص أو أننا إلى غير ذلك. إذا نتكلم هنا عن ضمير. سان برونو انديفيني. هذا ضمير. كما لو نقول إيل سوسيغ هو يستعمل. أو نقول إل سوسيغ. طبعا هاد أون أنه من حيث الصرف غير من حيث الصرف. يعني بغينا نشوفوا الفعل كيفاش غيجي موراه. الفعل تيجي موراه. الفعل تيجي موراه بحال ملي تيجي مورا إيل أو إل اللي ذكرنا قبل قليل في المفرد. إذن هاد أون تنعوضوه بإيل أو إل. تنعوضوه بإيل أو إل باش نشوفو الصرف اللي غيجي موراه. طبعا إلا كتبنا إيل هنا أو إل بدون إس شنو غيكون الفعل هنا؟ طبعا سيكون هكذا سوسيغ. نقول مثلا إيل باغل هو يتكلم كما رأينا قبل قليل. إذن ممكن نقول أون باغل بنفس الطريقة ما غنحولو والو في الفعل. الفعل غيبقى هو هو. في بعض الجداول مثلا ديال الصرف تلقاو إيل إل وتلقاو هاد أون. طبعا رغم اختلاف المعنى ديال هاد الضمائر الثلاث إلى أن الفعل تيكون عنده نفس الصرف نفس لي تيرمينيزون مع إيل ومع إل في المفرد ومع أون. رغم أن هاد أون تتعني أننا أو كل الناس إلى غير ذلك. ممكن أن تعني مجموعة من الأشخاص ولكن هاد الأشخاص غير محددون. إذا نتكلم هنا عن برونو انديفيني كما نتكلم عن ضمير غير محدد. إذا طبعا هاد اون هادي ضمير ولكن هاد اون اللي عندنا هنا هذا الصرف ديال افواغ. إلا تكلمنا على ان سول بوسان إلا تكلمنا على فرخ وحيد ماذا سنقول؟ كيا كيا الذي عنده 4 جوغ 4 أيام. Quand on parle d'un seul poussin, on va dire un petit poussin jaune, un seul petit poussin jaune, نتكلم عن فرخ صغير واحد أصفر, qui a 4 jours, الذي عنده 4 أيام. Par contre, ici nous parlons de plusieurs poussins. إذن هنا نتكلم عن عدة فراخ, et des petits poussins jaunes, وعدة فراخ صغيرة صفراء, qui ont الذين عندهم. طبعا هاد كي ممكن تجي في المفرد كما يمكن أن تأتي في الجمع ما تتغيرش ولكن باقي الجملة هو الذي سيغير معناه طبعا بالمقارنة مع اللغة العربية. أما في اللغة الفرنسية فهاد الأمور تتفهم يعني كيف ما تعودوا عليها الناس ديالها بالمقارنة فقط مع اللغة العربية. طبعا هاد كي لحساب الجملة ممكن أن تأخذ الذي ممكن تأخذ الذين وممكن أن تعني معاني أخرى. إذن دي بوتي بوسا جون وعدة فراخ صغيرة صفراء كيون الذين عندهم. إذا تكلمنا عن أن سول بوسا سنقول إي أن بوتي بوسا جون وفرخ وحيد صغير أصفر كيا كيا الذي عنده.
إذا تتبقى عندنا هاد كي. ثم هنا هاد أون، طبعا هاد أون في الصرف ديالها في المفرد غتكون عندنا أ، هي كاتر جوغ، الذي عنده أربع أيام. المقصود بأنه يالله تزاد هذه ربع أيام، يعني أنه ولد وليس في عمره إلا أربعة أيام. إذن هنا نتكلم عن فراخ صغيرة، في الجمع سنقول أون، صفراء التي عندها أربعة أيام، المقصود التي ولدت منذ أربعة أيام. إذن دون لو جاردان دو غران بير إل يا أوسي دي بول غريز، هناك أيضا دجاجات رمادية. إي دي بوتي بوسا جون، إي دي بوتي بوسا جون، وفراخ صغيرة صفراء كيون كاتر جور، الذين عندهم أربعة أيام. تيان مينا، تيان مينا دون دو غران أو بول. تيان طبعا رأينا فيما قبل لو فيرب تونيغ، هذا فعل أمساك. إذا تقول لشخص تيان يعني أمسك، تيان أو خذ. أمسكي يا مينا دون دو غران أو بول، أعطي حبوبا لي الدجاج. دون دو غران أو بول، تيان مينا دون دو غران أو بول، تيان مينا دون دو غران أو بول. لو فيرب دوني على الامبيراتيف، يعني هو في الأمر. تيان مينا، حتى لو فيرب تونيغ هو مصرف في الامبيراتيف في الأمر. تيان مينا دون دو غران أو بول، دون دو غران أو بول. طبعا نتكلم عن بول كاينة في الجمع، أضفنا لها إس. مينا جات دو بلاي، إذن مينا ترمي القمح. مينا جات دو بلاي، إذن مينا ترمي القمح، من القمح كما نقول. سي لو فيرب جوتي، سي لو فيرب جوتي. إذن نقول جو جات أنا أرمي، تو جات أنت ترمي، إيل جات نو جوتون نحن نرمي، فو جوتي أنتم ترمون، إيل جات هم يرمون. إذن هذا لو فيرب جوتي أو بريزون. مينا جات دو بلاي، إذن مينا ترمي قمحا. لي بول بيكور لي غران، لي بول نتكلم عن عدة دجاج. بيكور كي بيكور، التي تنقب. إذا عندنا لو فيرب بيكوري مصرف مع ال افيك اس، مصرف معهن كما نقول. المقصود نتكلم عن الدجاجات في المؤنث، إذا كما نتكلم عنهن نتكلم هنا عن عدة دجاجات مؤنثة ولكن في الغائب، في الغائب. إذا لي بول بيكور، إذا الدجاجات أنها تنقب. طبعا نضيف انت كما رأينا. طبعا لو فيرب بيكوري أو بريزون بخون أو إنتي أفيك إل، لو فيرب بيكوري في الحاضر، في زمن الحاضر، أنه يأخذ أو إنتي مع إل أفيك إس معهن. لي بول بيكور لي غران، إذا كما رأينا تيا مينا دون دو غران أو بول، مينا جات دو بلاي، لي بول بيكور لي غران. إي لي بوسان دي مينا، إي لي بوسان دي مينا، والفراخ تقول مينا. إي لي بوسا دي مينا، والفراخ تقول مينا. إذا مينا تقول إي لي بوسا والفراخ. المقصود كيسكي الفودوني أو بوسا، ماذا يتوجب أن نعطي للفراخ؟ إذا هنا تقول كو فوتي لو دوني، متى يتوجب أن نعطيهم؟ طبعا عندنا هنا لو فالواغ، إذا إلفو يتوجب، إلفو لو دوني يتوجب أن نعطيهم كذا وكذا. إذن إي لي بوسان دي مينا كو فوتي لوغ دوني، أون لوغ دون دو بان ترومبي دون دو لي، إذن أون لوغ دون دو بان ترومبي دون دو لي، إذن أون لوغ دون، لاحظ هنا هاد أون. إذن ممكن نقول إيل لوغ دون، هو يعطيهم، ولكن هنا تنكون حددنا الضمير تنتكلمو عليه هو. مثلا نتكلم عن عمر، نتكلم عن انيليف عن تلميذ، نتكلم عن انيليف نتكلم عن تلميذة، نتكلم عن اي شخص نحدده. اذا نقول il leur donne، هو يعطيهم، ولكن
اون لوغ دون بهذا الضمير هذا المقصود اننا نعطيهم، اننا هنا نعطيهم، ولكن تتبقى فيها بان الناس تعطيهم، بان الناس تعطي للفراخ كالعادة، الناس في عادتها تعطي للفراخ كذا وكذا. اذا نستعمل هاد اون، اون لوغ دون دي بان، اذا اننا نعطيهم هنا عندنا اون دون، اننا نعطي الصرف ديال دوني مع اون تيجي بحالو بحال الا كان مصرف مع ايل بدون اس سونز اس، او اذا كان مصرف مع ال سونز اس، سونز اس يعني بدون اس يعني في المفرد. اون لوغ دون اننا نعطيهم دو بان خبزا ترومبي انه مغطوس. اذا طبعا ننقع الخبز دون دو لي، دون دو لي يعني في الحليب، نضع الخبز في الحليب عندما يصبح هشا نعطيه للفراخ. اون لوغ دون دو بان ترومبي دون دو لي، اننا نعطيهم خبزا منقع في حليب. إلي لابان، إلي لابان كومونجتيل، والأرانب إلي لابان كومونجتيل ماذا تأكل، والأرانب أشنو تتأكل. إلي لابان كومونجتيل دو لاغب، دو لاغب تأكل عشبا، دو لاغب هاد دو لاغب المقصود بها إيل مونج دو لاغب تأكل عشبا. بما أن مينا قد ذكرت للابا، إذا الجواب يكون دولارب عشبا. إلي لابا كومونجتيل والأرانب ماذا تأكل، دولارب عشبا. إذا المقصود إيل مونج دولارب، هي تأكل عشبا دي في دو سالاد أوراق السلطة دي با، وتأكل أيضا خبزا دي با، وتأكل أيضا خبزا. إذا إلي بوسادي مينا كفوتي لوغ دوني، كفوتي لوغ دوني أون لوغ دون دو با ترومبي دون دو لي. إلي لابا كومونجتيل دو لارب دي فوي دو سالاد دو با. مينا أوفر لا بورت دون كاج، إذا مينا تفتح، أون إيسي لو فيرب أوفغيغ كونجوغي أو بريزون، إيسي أون لو فيرب أوفغيغ، أوفغيغ كونجوغي أو بريزون. إذا هنا عندنا فعل أوفغيغ، فعل فتح مصرف في البريزون. مينا أوفغ، مينا تفتح، شنو غتفتح؟ لا بورت دون كاج، غتفتح باب دون كاج. هل تتذكرون هاد كلمة كاج؟ طبعا رأينا فيما سبق أو ميليو دو جاردان دون زون كاج إليا أون جولي بيشات أفيك دو غران زوغاي et des petits yeux très doux. إذن نتكلم عن dans une cage، في قفص. إذن هنا مينا ouvre la porte d'une cage، إذن مينا تفتح باب القفص، مينا فتحت الباب ديال واحد القفص d'une cage. طبعا كلمة كاج هي كلمة مؤنثة هنا une cage. Il tient dans sa main des morceaux de pain. Elle tient dans sa main des morceaux de pain. Elle tient. Dis-moi, عندنا le verbe tenir. هنا أيضا مازال عندنا le verbe tenir. Elle tient. هي تمسك. رأينا فيما سبق tient. Tient. يعني خذي. شوف الصرف ديال هذه في الأمر. وشوف الصرف ديال le verbe tenir في البريزون ولكن مع elle. إل تيان، هنا تيان هذه في المخاطب، تقول لشخص أمامك تقول له تيان. أنا مثلا أعطي الأمر لي أنا لنفسي وللذين معي وللأشخاص الذين هم معي برفقتي، أقول لهم تونو فلنأخذ، إذا علينا أن نأخذ تونو. إذا هذا أمر أيضا، أنا أعطي الأمر للمجموعة التي أنا فيها، إذن أقول تونو. ثم ممكن أنني أخرج من هذه المجموعة فأقول لهم توني خذوا، أنا أوجه الأمر إلى مجموعة أشخاص بدون أن أكون معهم فأقول لهم توني، توني يعني خذوا. هذا أمر، طبعا هذا الصرف ديال لو فيرب تونيغ في الأمر،
ولكن في البريزون نقول جو تيان تو تيان إل تيان إل تيان نو تونو فو توني فو توني إل تيان إل تيان إل تيان أو إن تي أفيك أو إن تي طبعا كما رأينا قبل قليل تنزيد لا أو إن تي بدون أن ننطقها مع إل أو مع إل طبعا أيضا حتى مع نو وحتى مع فو راه تيتصرف الجمع نقول نو تونو ولكن هنا هذيك لي تيرمينيزون تيتزادو تيتنطقو لي تيرمينيزون تيتزادو في هذا الجمع تيتنطقو هنا نو تونو أو مثلا فو توني نقول مثلا نو تونو نو تونو نحن نمسك إذا هاد أو إن إس تنطق أو مثلا فوتوني هاد أزد تنطق فوتوني أنتم تمسكون هاد أزد تنطق هنا طبعا عندنا هاد أو أنتي إن كاين هاد الحالة مع إيل ومع إل أن لا تنطق إذا هنا نذكر الحالة التي لا تنطق فيها هاد الأحرف إذا مين أوفر لا بور دون كاج إل تيا دون سا مان أن مورسو دو بان إذن هي تأخذ في يدها إل تيا دون سا مان إذن كيسك إل تيا دون سا مان ماذا تأخذ في يدها دي مورسو دو بان إل تيا دي مورسو دو بان إذن هي تأخذ قطع خبز دي مورسو دو بان طبعا هنا أيضا كلمة مورسو كلمة مورسو طبعا في المفرد تكتب بدون إكس ولكن عندنا دي مورسو نتكلم عن مجموعة قطع إذا طبعا نضيف إكس كما رأينا هنا إذا إل تيا دون سا مان إذا هي تأخذ أو هي تمسك بالأحرى في يدها دون سا مان دون سا مان في يدها طبعا لا ما كلمة مؤنثة سنقول هنا سا مان يدها في المذكر نقول سون ستيلو مثلا سون ستيلو يعني قلمها أو قلمه تكتب نفس الطريقة سما ممكن تعني يدها وممكن تعني يداه نتكلم عن شخص مذكر نقول سما يداه نتكلم عن سيدة نقول سما يداه إل تيا دون سما هي تمسك في يدها دي مورسو دو بان قطع خبزين لو لابا برون ان مورسو لاحظ هنا ان مورسو يعني قطع يعني مكتوبة بدون إكس لو لابا برون إذا الأرنب برون يأخذ طبعا عندنا هنا لو فيرب بروندغ كونجيغي أو بريزون نقول إل برون هو يأخذ لو لابا برون أن مورسو أفيك سي دون إذا الأرنب يأخذ قطعة أن مورسو أفيك سي دون مع أسنانه المقصود بأسنانه إذا الأرنب يأخذ قطعة بأسنانه كما لو عندنا هنا مع أسنانه لو لابا برون أن مورسو أفيك سي دون إذا الأرنب أخذ قطعة مع الخبز بأسنانه لو لابا برون أن مورسو أفيك سي دون لو لابا برون أن مورسو أفيك سي دون طبعا لي دون المقصود بالأسنان طبعا نضيف إس في الجمع الأرنب عندما سيأخذ هذه القطعة من الخبز ماذا سيحدث؟ مي ولكن إل مور إل مور طبعا عندنا هنا لو فيرب موردغ موردغ يعني عض سيعض ماذا؟ أوسي لو دوا دو مينا سيعض أيضا أصبع مينا إذا الأرنب ملي جاي ياخذ قطعة ديال الخبز معاه هي مداتها له بيدها غادي يعض القطعة ديال الخبز ومعها غيعض الأصبع ديال مينا ما إل مو أوسي لو دوا دو مينا لو دوا دو مينا ولكن هو يعض أيضا أصبع مينا لو دوا دو مينا ما إل مو أوسي لو دوا دو مينا إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.